السلام عليكم. اقترحنا عليكم في الحصة السابقة تمرين يتعلق بدرس دالة كسرية ناطقة. تا دالة عددية ذات المتغير الحقيقي سين معرفة كما يلي: تا سين يساوي 4 ناقص سين أس 2 على سين زائد 1 أس 2. يا تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. ميم وويا. أولا أدرس تغيرات الدالة تا. ثانيا دلتا مستقيم إحدى معادلته عين يساوي ناقص واحد. عين إحداثيي نقطة تقاطع يا ودلتا. ثالثا أنشئ المنحني يا في المستوي المعطى. رابعا أوجد الأعداد الحقيقية ألف باء جيم بحيث مهما يكون سين ينتمي إلى مجموعة تعريف الدالتا يكون تاسين يساوي ألف زائد باء على سين زائد واحد زائد جيم على سين زائد واحد أس اثنين. استنتج دالة أصلية للدالة. هذه دالة كسرية ناطقة، والدالة الكسرية ناطقة هي دالة ترفق بكل عدد حقيقي سين العدد تاسين، حيث يكون عندنا مثلا ألف لسين على بالسين. ألف لسين بسط عبارة على كثير حدود، ومقامه أيضا كثير حدود. إن دراسة تغيرات الدالة تشمل النقاط الآتية: النقطة الأولى وهي تعيين مجموعة تعريف هذه الدالة. فالدوال الكسرية الناطقة تكون معرفة إذا كان مقامها يختلف عن الصفر. إذن تا تكون معرفة إذا كان من أجل كل عدد حقيقي سين المقام سين زائد واحد أس اثنين يختلف عن الصفر، أي سين زائد واحد يختلف عن صفر، معنى أن سين يختلف عن ناقص واحد. فمجموعة التعريف ف هي المجموعة الآتية: ناقص ما لا نهاية ناقص واحد مفتوح اتحاد ناقص واحد زائد ما لا نهاية. النقطة الثانية في دراسة التغيرات تشمل النهايات. إذن نهايات عندما سين يؤول إلى زائد ما لا ناقص ما لا نهاية مثلا، لاحظ العبارة. إذن نهاية تسين عندما سين تؤول ناقص ما لا نهاية. لاحظ معي لما سين تؤول ناقص ما لا نهاية 4 ناقص سين أس 2، أو الدالة سين صورته ناقص 4 ناقص سين تربيع، دالة كثير حدود تؤول إلى ناقص ما لا نهاية، والدالة سين صورته سين زائد واحد أس 2 لما سين تؤول ناقص ما لا نهاية تؤول إلى زائد ما لا نهاية، معناه البصرة يؤول ناقص ما لا نهاية المقام لا زائد ما لا نهاية. فهذه إحدى حالات عدم التعيين.
ونعرف قاعدة في مثل هذا الدوال أنه إذا كانت كسرية ناطقة نختار نهاية أكبر أس في البسط على أكبر أس في المقام. فأكبر أس بسطا هو ناقص سين أس 2، وأكبر والحد الأكبر أس في المقام بعد التفكيك المتطابقة تعطينا سين تربيع لما سين تؤول ناقص ما النهاية، وفي هذه الحالة نحصل على القيمة ناقص 1. لما السين تؤول إلى زائد ملايا نطبق نفس القاعدة وهي أخذ الحد الأكبر درجة في البسط إذا ناقص سين تربيع والحد أكبر درجة في المقام والنتيجة تكون نفسها. لما السين يؤول إلى ناقص 1 لاحظ معي إن الدالة التي للسين تعطي 4 ناقص تربيع تؤول إلى 3، إذا البسط يؤول إلى 3، بينما المقام أو الدالة التي للسين تعطي سين زائد 1 كل 2 لما سين تؤول إلى ناقص 1 تؤول إلى 0. ولاحظ هنا أن المقام موجب تماما، إذن فالدالة في هذه الحالة تؤول إلى زائد ما لا نهاية. لاحظوا هنا لما سين تؤول ناقص ما لا نهاية معناها أن سين تؤول ناقص 1 بقيم أصغر من ناقص 1 ثم سين تؤول ناقص 1 بقيم أكبر من ناقص 1. النقطة الثالثة في الدراسة بعد النهايات هي دراسة الدالة المشتقة وإعطاء إشارتها. فتافت حسين باعتبار أنها دالة ناطقة فدستور الاشتقاق أو أن الدالة تا هذه قابلة الاشتقاق، لماذا؟ لأنها عبارة على دالة حاصل قسمة دالتين كثيري حدود قابلتين للاشتقاق عليها، معنى أن الدالة تكون قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها. والمشتقة عبارة على مشتقة البسط، إذن 4 ناقص سين أس 2 فتحة في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط الكل على مربع المقام. مشتقة 4 ناقص أس 2 هي ناقص 2 سين في سين زائد 1 أس 2. مشتقة سين زائد أس 2 إما اعتبارها دالة مركبة أو تفكيك الجداء فتكون مشتقتها 2 في سين زائد 1 في 4 ناقص سين أس 2 على سين زائد 1 أس 4. لاحظ في هذه الحدود هناك عوامل مشتركة، سين زائد 1 عامل مشترك يبقى لدينا ناقص 2 سين في سين زائد 1 ناقص 2 في 4 ناقص سين تربع على مربع المقام أس 4. إذن تات حسين تساوي سين زائد 1 في لاحظ معي ناقص 2 سين تربيع زائد 2 سين تربيع مجموعة ما 0 ناقص 2 سين ناقص 8 على سين زائد 1 أس 4. يمكن كتابته كالتالي بعد ملاحظة أن 2 عامل مشترك
إذا ناقص 2 كعامل مشترك في سين زائد 1 في سين زائد 4 على سين زائد 1 أس 4. الدالة قلنا قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها، فتم حسابها. لنبحث الآن عن إشارة هذه الدالة المشتقة. لاحظ معي أن المقام ضالته زوجية، فمهما يكون العدد س زائد 1 يختلف عن ناقص 1، فإن العدد هذا موجب تماما. معنى أن إشارة المشتقة تتوقف على إشارة البسط الذي يمثل جدا ثلاث عوامل. ندرس إشارة الجدا س زائد 1 في س زائد 4 الذي يقبل جذرين 2 ناقص 1 ناقص 4 وناقص 1. إشارته بين الجذرين عكس معامل الألف معناها يكون سالبا، لأن ألف هنا يساوي 1، وإلى الخارج موجب. مسبوقا بناقص معناه يصبح بين الجذرين موجبا، وإلى خارج الجذرين يكون سالبا. بمعنى أن المشتقة تفتح السين تنال الصفر إذا كان السين يساوي ناقص 4 أو السين يساوي ناقص 1، لكن في مجموعة تعريف السين يختلف على ناقص 1، إذن قيمة واحدة تعدم المشتقة. تفتح السين يكون أكبر من الصفر في حالة ما إذا كان سين أكبر من ناقص 4 وأصغر من ناقص 1، ويكون سالبا في حالة ما إذا كان سين أصغر من ناقص 4 أو سين أكبر من ناقص 1. هذه الدراسة تلخص في جدول يسمى جدول التغيرات. يوضح في هذا الجدول أولا مجموعة التعريف ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية باستثناء القيمة ناقص 1. في الخانة الثانية نبين فيها إشارة المشتقة، يعني تغيرات الدالة. إذن تاء فتحة س فتنعدم عند ناقص 4 بين ناقص 4 وناقص 1 موجب وسالبة. عندما تكون الإشارة مشتقة سالبة في مجال ما نقول إن الدالة متناقصة في ذلك المجال. وإذا كانت إشارة المشتقة موجبة في مجال فإن الدالة تكون متزايدة في ذلك المجال، إذن فمتزايدة ومتناقصة. نسجل النهاية التي تم حسابها لما سين تساوي ناقص 1 ناقص مال ناقص 1 لما سين يزيد مال ناقص 1 وفي حالة سين يؤول ناقص 1 وجدنا مال النهاية. عندما تنعدم المشتقة نقول إن النقطة ذات الفاصلة ناقص 4 يكون الممس عندها للمنحني يوازي محور الفواصل، ونحسب هذه القيمة هي صورة ناقص 4. إذن السؤال الثاني بعد الدراسة هو تعيين نقطة تقاطع المنحني مع المستقيم الذي إحدى معادلته عين يساوي ناقص 1. معناه حل المعادلة ذات المجهول س حيث تسين يساوي ناقص 1. تعويضا لتسين فأربعة ناقص س أس 2 على س زائد 1 أس 2 يساوي ناقص 1. يكافأ أربعة ناقص س أس 2 تفكيك المقدار وضرب الطرفين يساوي حصر بالوسطين نحصل على
ناقص سين أوس تلين ناقص تنين سين ناقص واحد. ناقص سين ناقص سين في طرفي المساواة، إذن ناقص تنين سين يساوي خمسة، وهذا يعني أن سين يساوي ناقص خمسة على أد. إذن المنحني يقطع المستقيم دلتا في النقطة ذات الفاصلة ناقص خمسة على اثنين. الآن ننتقل إلى رسم التمثيل البياني لهذه الدالة في المعلم المعطى، ولإنجاز هذا الرسم نرسم أولا المستقيم المقارب الشاقولي ذي المعادلة س يساوي ناقص واحد، فهو مستقيم مقارب. ثم رجوعنا إلى النهايات، لاحظوا لما س تؤول ناقص من هي تا س تؤول ناقص واحد، فالمستقيم ذي المعادلة عين يساوي ناقص واحد مستقيم مقارب في ناقص من هي وفي زيد من هي نفس القيمة، معناه أن هذا المستقيم س تساوي ناقص واحد مستقيم مقارب للمنحني ممثل دلتا. يرسم عين يساوي ناقص واحد و س يساوي ناقص واحد. ثم البحث عن نقاط مساعدة، منها تقاطع المنحني مع محور التراتيب، ويتم ذلك بإعطاء س القيمة صفر فنحصل على هذه النقطة عين يساوي أربعة. ثم تقاطع المنحني مع محور الفواصل أو حامل محور الفواصل س تحت س، وذلك بحل المعادلة تا س يساوي صفر فنحصل على قيمتين ناقص اثنين بالنسبة لس وزائد اثنين بالنسبة إلى س، علما أن في النقطة هذه النقطة ألف مثلا المماس للمنحني يكون موازي لمحور الفواصل. فلما س تؤول ناقص من هي تا س تؤول ناقص واحد، معناه المنحني سوف يبدأ الرسم من هنا هذه النقطة البداية، قيم س تزداد إلى ناقص أربعة وقيم تا س إلى ناقص تا ناقص أربعة ناقص أربعة على ثلاثة. المماس هنا قلنا شاقولي، إذن قيم تا س تتناقص لأن تصل إلى قيمة صغرى ثم تبدأ في الزيادة. لما س يساوي عين يساوي صفر المنحني يمر من هذه النقطة، إذن ويتم تقاطع المنحني مع المستقيم دلتا في النقطة ذات الفاصلة ناقص خمسة على اثنين، يعني ناقص، إذن يتم التقاطع في هذه النقطة، إذن مرور بنقطة تقاطع وتزايد حيث س يؤول ناقص واحد بقيم أصغر وتا س تؤول زايد ما لا نهائي، إذن يكون هكذا ويكون للمنحني فرعا لا نهائيا. لما س يؤول ناقص واحد بقيم أكبر قيم تا س تزداد إلى ما لا نهائي وقيم تا س تتناقص إلى ناقص واحد، مرورا بهاتين النقطتين إذن يتم الرسم هكذا، ثم يقترب تدريجيا من المستقيم المقارب، وعلمنا أنه يتقاطع معه مرة واحدة فيكون للمنحني فرعا لا نهائيا. طيب ليكون رسم دقيق أكثر فينبغي تحديد المماسات في النقط ذات الفاصلة ناقص 2 زائد 2 و س يساوي الصفر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى دراسة الدالة، دراسة بسيطة ثم تمثيل منحنيها في مستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس، ونتمم إن شاء الله في الحصة المقبلة بقية الأسئلة والمتعلقة ب الدوال الأصلية لبعض دوال الكسرية الناطقة، ثم حساب بعض المساحات اعتمادا على معرفة الدوال الأصلية.
إذن في هذه الحصة رأينا كيف ندرس دالة عددية أكسرية ناطقة وخصوصا في النهايات ورسم البياني. إلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله.